الكفته بتاعتي بتاعت الحاتي سهله، وهنعمل كمان البطاطس البانيه. انا البطاطس البانيه جبت البطاطس وقطعتها شرايح وسلقتها في ميه سخنه فيها سنه ملح لمده 5 دقائق وجاهزه كده يا حسن. بطاطس قطعتها شرايح وسلقتها في ميه سخنه لمده 5 دقائق وهعمل منها بانيه عشان استمتع انا واولادي. بحط كوبايه من اللحمه المفرومه عشان اعمل الكفته، وبحط معلقه ليا ضاني، وبحط بصله صغيره بشر بس بدون ميه تفل بتاعها، وبتبلها ملح وفلفل وبهار وتوم باودر وبصل باودر على الله ايه يطمر، واحده واحده كده واسمغهم عشان اعمل احلى اصابع كفته لعيالي. يبقى انا بعمل لك الشوكولا وبعمل لك البطاطس وبعمل لك الكفته الحاتي بتفاصيل وحركات شيف حسن، وبعد كده هجيب ميه بتاعه البصل واصبع بيها الكفته بتاعتي بعد ما اتسمغت كده. يا تركاتك يا حركاتك يا عم حسن. وعندي معلقه الزبده بسيحها عشان اربط بيها الشوكولاته. هنا بقى يا حسني عندي ميه اللي طلعت من البصلايه الصغيره قدامك اهي، احط لها شويه ملح وشويه فلفل عشان اصبع بيهم، وعندي الخله الستيكس الخشب بتاعها. يا تركاتك يا حسني يا تفاصيلك. يبقى خطواتك كده كلها قدامك،